مشروع الكتاب هي محاولة كانت للخروج من الشكل النمطي في إنتاج الكاريكاتير، يعني هي تجربة فنية ما كانتش مشروع كتاب. وقمت بعمل مجموعة من الكاريكاتيرات وعرضتها على مجموعة من الفنانين العالميين الأصدقاء مثل كال كيجل، نالتنس، مجموعة فنان مات ووركر، مجموعة من الفنانين حول العالم. وفعلا بحثت بدأت البحث عن دار نشر. ما كانتش الفكرة أنه أنتجه محليا، لأنه بصراحة ما فيش جدوى من إنتاجه للعالم العربي أو للجمهور الفلسطيني، لأنه أنت بتطرح قضايا هم عارفينها. إحنا بحاجة للرفع الوعي في المجتمعات الأخرى، مش في الولايات المتحدة لوحدها، لأن الكتاب أنتج بداية عام 2017 في الولايات المتحدة. السنة كان إنتاجه النسخة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كمان الساقي بوك في بريطانيا أنتجته. اليوم نعمل على ترجمته للغة الإسبانية وراح ينتج في إسبانيا. ما حدا بيحكي عن زيت وعكر، يعني بقول لك يعني أوكي الناس حبته، حبت الكتاب على الأقل الناس والجمهور اللي أنا شفته. كمان انه بعض الجامعات العالميه والجامعات الامريكيه تناولت كتابي كمنهاج لتدريسه، سواء من ناحيه كونتنت او من ناحيه عمل فني. فبالتالي كان جدا مهم انك انت توصل الرساله الفلسطينيه، معاناه الفلسطيني من خلال عمل فني يقدر كعمل فني مش لما يحمله من رسائل سياسيه. مجموعة الأعمال في الكتاب ما يقارب 200 عمل، 180 عمل من فيهن كانوا يعني أول مرة ينشروا في هذا الكتاب. حاولت إنه أنتزع هذه الصورة النمطية والصورة الأسطورية للفلسطيني وأبسطه وأعطيه أقدمه للجمهور العالمي كإنسان، مش فقط الفلسطيني اللي داخل الحدث، يعني المعتقل أو الأسير أو غيره، كمان عائلته، لأنه إحنا كمان في صورة خلف الكاميرا دائما عائلات الأسرى، عائلات الشهداء وقديش بيعانوا. حاولت انه اتناول مجموعة قصص كوميكس لكن صامتة، بدون تكست، بدون حوار، كانت في وحدة كاملة. والجزء الأخير كان مجموعة كاريكاتيرات بتحكي عن الأسرى، بمعظمها كنت برسمها داخل السجن. العالم يكذب، ما في حرية تعبير، كل هذول اللي يعني بيتناولوا هذه القضايا بحرية لا يستطيعوا انتقاد إسرائيل. العام الفائت 3 رسامين كاريكاتير حول العالم فقدوا وظائفهم أو تعرضوا لمشاكل على خلفية كاريكاتيرات انتقدوا فيها إسرائيل. كان من ضمنها واحد منهم ستيف بيل، من أهم رسامين كاريكاتير العالم، مارتن روزان تعرض لكذلك الأمر. بالنسبة للكتاب، الوازع الوحيد اللي كان رقابي بالنسبة لي هي المصلحة الفلسطينية، قديش هذا العمل ممكن يفيد صورتنا في العالم أو ما يفيدها. بدي أقول لك كنت حر بشكل مطلق، بكون بكذب عليك. كمان في مصلحة فلسطينية من يعني باستصدار هذا الكتاب، هو مش عمل طائش بيقوم فيه فنان بس لأنه بده ينتج هذا الكتاب، كمان في رسالة سياسية بوجهها وفي رسالة إنسانية بوجهها من خلال هذا الكتاب. لهيك كان مهم جدا إنه يكون في يعني حتى رقابة ذاتية على كيف عملية إنتاج هذا العمل وكيف المحتوى ولمين تتوجه رسالة هذا العمل. في بعض الأعمال كنت جريء جدا، لكن في نفس الوقت يعني خلينا نقولها إنه ما أسقطت أي حق فلسطيني، من ضمنها حق الكفاح المسلح. أنت عشان تكون فنان حر، إذا اخترت إنك تكون فنان كاريكاتير وفنان كاريكاتير حر، في صعوبات أنت لازم تتوقعها، ويجب أن تكون أحد مبادئك الشخصية بأن لا تقبل أن تبيع ريشتك لأي جهة كانت من أجل دعم أو من أجل مشروع أو من أجل تمويل.